مستمعينا التغذية هي أساس صحتنا، وبها الجسم ديالنا كياخذ الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها. في بعض الأحيان واخا كنكونوا كناكلوا الخضار والفواكه وكتكون عندنا يعني واحد التغذية اللي هي متوازنة إلى حد ما، هذا ما كيكفيش، لأنه مهما كنا كنحاولوا نوازنوا في الأكل ديالنا، إلا ما كانتش عندنا معرفة وثقافة طبية وعلمية بالأشياء اللي كنتناولوها سواء من ناحية الكيف والكم، فنقدروا نطيحوا في بعض الاختلالات، لأن قيمة وكمية المواد الموجودة في الأكل ديالنا كتختلف من مكون إلى آخر. داكشي علاش من خلال لقاء مفتوح كنوجهوا الدعوة لأهل الاختصاص باش يفيدونا أكثر ويقربونا أكثر من كل العناصر الغذائية. ككل أسبوع ضيفتي اللي كيسعدني دائما تكون معايا ونبدأ معها الصباح، الاختصاصية في التغذية أسماء زريول. صباح النور. صباح النور حليمة. صباح الخير والربح. بارك الله فيك يا حليمة. شخبارك؟ كيفاش ليك؟ الحمد بارك لله. بارك الله فيك، بداية أسبوع موفقة بإذن الله. شكرا ليك ولجميع المستمعين اللي كيتابعونا دائما والطاقم التقني اللي كيرافقنا. بارك الله فيك أسماء. إذا هذا الأسبوع هذا غادي نخصوه لبعض المواد اللي ربما يعني الكثير في الناس ما تيعرفوهمش، أو ليلة كانوا تيعرفوهم ما تيعرفوش القيمة الغذائية ديالو ولاش كيصلاح ولاش ما تيصلاحش. فاليوم غادي نركزوا على بعض المواد، أو على مدار الأسبوع غادي نركزوا على بعض المواد المضادة للأكسدة، يعني المواد اللي فيها تركيز عالي لمدة الأكسدة. فاليوم غادي نتكلموا على واحد المكون أنا نجيت يعني نوجد الحلقة ديالي ما عرفتوش في الحقيقة. يعني أول مرة غادي نسمعه معك أسماء، وربما غادي تفيدني اليوم وغادي تفيدي كذلك المستمعين الكرام، وغادي نتكلموا على الكوجي. ياك نطقتو مزيان؟ تماما، هو هذاك الكوجي فعلا. نعم، فتكلموا اليوم على الكوجي كمكون طبيعي، فاللي ما تعرفوش شنو هو ولاش يقدر يصلاح وشنو كذلك القيمة الغذائية ديالو خصائصها. أكيد، هو دائما احنا الهدف من أننا من هذه الفقرة هذه هو أن نعرفوا الناس على الأنواع الغذائية اللي ممكن يصادفوها خلال اليوم ديالهم. فعلا هذا الكوجي هو ماشي منتوج يعني مغربي، هو منتوج كيجينا من يعني من الصين، بلاد آسيوية، من بلاد آسيوية الهيمالايا على الخصوص فين كيتزرع. ولكن مؤخرا بعد يعني المزارعين وبعد الفلاحة قرروا انهم يزرعوا حتى في المغرب، هذا راه الطلب حتى ماشي في المغرب فقط، الخارجي على بحال هاد الانواع الغذائية. فاحنا علاش كنوضحوا للناس ما له وما عليه باش اما ما يتعطاليش اكثر من قيمته، ولا احيانا كنلقاوه وكنستهلكوه بطريقة الخطا، ولا الناس الخطا هما اللي كيستهلكوه. نعم صحيح. فمثلا هذا الكوجي هذا هو يعني هو واحد الفاكهه ولا بغينا نسميوها واحد الثمره اللي الى جينا يعني نصنفوها هي من لي سولاناسي، يعني من نفس العائله ديال المطيشه ديال البطاطا. داكوغ، ولكن الفصيله. نعم نعم، نفس الفصيله. ولكن هي يعني فيها مكونات يعني مختلفه. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. فيها هو انها غنيه بالاحماض الامينيه. نعم، الاحماض الامينيه وحتى الاحماض الامينيه يعني الاساسيه، وهذا شيء غريب وما كنلقاوش في الاغذيه العاديه. نعم، غالبا ما كنلقاو غير الاحماض الامينيه اللي كتجينا من النباتات. فبالنسبه لهاد الكوجي فيه الاحماض الامينيه. فيه ايضا لي فيتوستيرول، فيه الفيتامين بي، الجروب ديال الفيتامين بي، وفيه ايضا فيتامين او، وفيه حتى الكاروتينويد، وفيه جوج ديال الانواع ديال لي كاروتينويد اللي كنلقاوها حتى في البيض.
اللي هي لا لوتين والزياكزانتين وبيان سور الكاروتين. وهاد جوج الأنواع مضادات الأكسدة مزيانين للعين ولحماية العين. وأنا سمعت بأن فيه كذلك السيلينيوم اللي هو مهم كذلك هذا للجسم. فعلا هو فيه حتى السيلينيوم اللي ما كنلقاوش بزاف ديال الأغذية، والسيلينيوم مهم جدا للجسم ديالنا. وما فيش غير السيلينيوم، فيه حتى شوية الكالسيوم والكويفر، وفيه حتى الحديد، وفيه المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، يعني الأملاح المعدنية تقريبا كاملة فيه. يعني هو غني، مكون غني بالفيتامينات وبالمعادن، واللي يشوفوا هكا يعني يحقروا يحقروا كيفاش صغير داكشي اللي نيت شي حاجه، خصوصا كنلقاو يابس يابس هذيك كثار، هذه كثر كيختفي. هو ملي كيكون الى تلقيتيه طري كيجي بحال شي فليفيلات صغيورين، كتقولي هادشي علاش غادي يليق. فعلا فعلا يعني موجود في الاسواق، يعني دابا منين تنرد الذاكره يعني تنشوفوا هاد سميتو هاد الكوجي هذا كيديروا في ميكات هكايا، وتيكون يعني مجفف او لا طري بحال الزبيب. بحال شكل ديال الزبيب، غير هو لونه شويه اورانج. دابا في الابحاث علاش كيليق هاد يعني هاد الكوجي، هو مغذي. وانا علاش كنعجبوني بحال هاد الاغذيه هادو، حيت دي سوبر اليمون، ولا كنبغي نسميهم انا شخصيا حتى المكملات غذائيا الاكل اللي كناكلوه يوميا. فقلت انت في البدايه ديال التقديم ديالك اننا في اليوم ديالنا كنقدروا يعني كنحاولوا اللي كيحاولوا. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. والكويفر وكل شيء، هادشي كان في السابق ملي كانت الاغذيه في هذاك المحتوى بالتركيز، ملي كانت الاغذيه اغذيه ملي كانت الاغذيه اغذيه فعلا. دابا للاسف هادشي ما بقاش، يعني ماشي جميع الاغذيه فيها نفس المكونات. وحتى الناس النوعيه الاغذيه اللي ولات كتاخذ في اليوم ديالها اصلا ما فيهاش حتى شي حاجه، بحال اللي كياخذ لي ساندويتش، اللي كياخذ لي فينواز غير راه ما غاديش يلقى فيها لا سيلينيوم لا كويفر لا حديد لا احماض امينيه حاجه من هادشي. اذا على الاقل تكون حتى يعني بلاص ما نمشيو ناخذوا مكملات غذائيه اللي احيانا ما كتكونش امتصاص ديالها جيد، علاش ما ناخذوش بحال هاد الاغذيه اللي انا مثلا نهضروا عليها طول الاسبوع، واللي تيكون غير شي شويه منها تندنا كميه مهمه من هاد الفيتامينات، لان كيف ما قلنا شويه منها كتعطينا بزاف د الاغذيه. تماما. وهذا المكون هذا الكوجي اسماء، انا قريت ان في الطب الصيني القديم كانوا كيعتمدوا عليه بزاف، لان كانوا تيقولوا بانه مكون كيطيل العمر ديال الانسان او يطيل الحياه والبقاء على الارض، يعني نظرا للقيمه الغذائيه المهمه ديالو. فكيف ما قلتي فعلا دابا اللي لفت لي الانتباه هو الطب الصيني اللي كيربطوا دائما بانه يعني كيحمي الكلى وكيحمي الكبد، وكي يعني وايضا تقول لك حتى ان الناس خصوصا الرجال اللي عندهم مشكل في الانجاب كيساعدهم على الانجاب. يعني هاد الخصائص هذه اللي كيهضر عليها الطب الصيني يعني كتجيني منطقيه. نعم. بالنظر للكثافه الغذائيه اللي فيه. نعم. وحنا كنعرفوا يعني انه كيساعد على الانجاب، فعادي انك الا خديت شي اغذيه غنيه تكون مثلا الحيوانات المنيمه تكون عندها جوده احسن وشكل احسن. فهذه شي حاجه اللي واضحه ويعني وباينه. غير ما يعاب شي ما يعاب، ولكن دابا الطب الشرقي شتي يقول لك؟ يقول لك حنا ما كاينش دراسات كافيه باش نثبتوا ان هاد الكوجي هذا راه فعلا مضاد لل يعني الاغياء، وكيقوي المناعه وكيحمي، يعني مازال ما داروش دراسات كافيه في هذا الصدد. ولكن دراسات مزيان انهم يداروا، ولكن يعني من جهه اخرى حتى تجربه الشعوب تماما، يعني الا كان هو مكون دخل في الطب الصيني الا هو يعني نحن تنعرفوا المصداقيه ديال الطب الصيني فعلا. ف يعني اذا تستعمل عند بعض الشعوب ولقات عنده يعني واحد المنفعه، حتى هذا يعني كيكون يعني نسبيا
كافي اننا نشجعنا على استخدامه. دابا يعني بعض الناس ما كيصلحش انهم ياخذوا هذا الكوجي. المراه اللي كتكون حامله, المراه اللي كتكون كترضع, وحتى الوليدات الصغار قل من 4 سنين ولا 3 سنين, فمن الافضل انهم يبتعدوا على التناول ديالو. وحتى الناس اللي تياخذوا ادويه بحال الادويه اللي المضاده لتجلط الدم اللي كتجري الدم في الذات, فمن الاحسن انهم يبتعدوا عليه. مرحبا, ماشي حيت هو فيه شي مشكل خايبه, غير هو كيكون يقدر يكون هناك تعارض بين هذه الحالات الصحيه. نعم, كاي مكون اخر كاي مكون اخر. لهذا من الافضل ان هاد الناس هادو يبتعدوا عليه. وحتى الناس اللي عندهم الحساسيه من البولين تيقولوا انهم لازم حتى هما يبعدوا عليه ما يستهلكوهش. لهنايا ملي غنبغيو دابا نرجعوا لارض الواقع ونهضروا على كيفاش غادي فين غنلقاو هاد الكوجي هذا, كيفاش غادي نستهلكوه. مثلا في المغرب كنلقاو هاد الكوجي عند اما في المحلات الكبرى, كيتم يعني استيراد ديالو اما طري ونادرا هاد الشيء ما كنلقاوه, اولا كنقدروا نجبروه على يعني كنقدروا نجبروه مجفف, وهذا هو الحاله العظمى اللي كنلقاوه. فملي كنلقاوه مجفف ولا حتى طري, من الافضل ناخذوه بيو. نعم. يكون بيولوجي وفيه العلم ديال البيولوجي. نعم. لان هاد الاغذيه هادي ملي كتجفف كيكون فيها سلفيت وتيكون فيها تا المبيدات اللي معنا ما نديرو بهم. ما نديرو بهم. نعم, فمن الافضل اصلا الثمن بين هاد الكوجي ملي كيكون بيو ملي ما تيكونش بيو ما تيكونش شي فرق كبير. شي فرق كبير. نعم, لهذا من الافضل ناخذوا الانواع اللي هي بيو. منين الى شريناها اصلا تكون مثلا كتلقاي واحد ديزومباراج ديال 200 غرام ولا 150 غرام ولا 100 غرام, حنا ما محتاجينش ناكلو بزاف منه. نعم. الى غير كل مثلا منين نشريوه كل نهار الى صدفناه ناخذ واحد يعني ماشي تحفينه, ما حبات قليله راه غادي تكون يعني فعلا ملقى صغيرة غادي تكون يعني حصة كافية جدا جدا جدا. تتكلموا على استهلاك وكعصائر وهذا, ولكن احنا هادشي مازال ما يعني ماشي في المتناول ديالنا. هذا يلاه كنلقاه مجفف, بارك علينا. يلاه تلقاو مجفف. وكذلك اليوم ربما بزاف ديال المستمعين ديالنا ما كانوش تعرفوا توت الكوجي, لكن تعرفوا عليه اليوم معك اسماء زريول. للاسف الشديد الفقره ديالنا سالت اسماء, ما سخيناش بك, لكن كنضربوا لك موعد غدا ان شاء الله. شكرا على كل هذه المعلومات القيمه على توت الكوجي. كونوا يا مستمعينا الكوجي إنه مفيد.